سعيا لإنهاء المواجهات المستمرة منذ الاثنين الماضي، انتشر الجيش اللبناني بشكل مكثف في محيط منطقة باب التبان اللبنانية بعد أن نشر عناصره في منطقة جبل محسن عقب اشتباكات تدور منذ أسبوع بين أهالي المنطقتين على خلفية الأزمة السورية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وكانت المواجهات قد اندلعت مساء الاثنين الماضي تزامنا مع بث قناة الميادين الفضائية ومقرها بيروت مقابلة مع الرئيس السوري بشار الأسد، فأقدم أشخاص من جبل محسن على إطلاق النار ابتهاجا، فطال رصاص باب التبانة ما دفع مسلحين فيها إلى الرد على مصدر النيران. جرح بسيط.